فلذلك المدرب طبعا بخبرته اراح هذا اللاعب في طبعا الشوط الثاني في بعض حالاته. هنا ايضا استقبال، تاتي الامور ومحمود المتابعه حاضره هناك لكوستا، كره اسقاط. شوف يعني ثلاثه ثلاثه، اثنين طوال ايمن وعبد الله محمد جعفر. هنا تاتي الامور، كوستا شوف لعب بذكاء، كوستا لعب بذكاء ولا استقبال. شوف كوره تاتي ولكن يعني بهذا الاستقبال صعب. كوستا ينجح هو الاخر، كوستا هنا في التعب سيضرب المتابعه فرصه التقدم. هنا علي ابراهيم والكوستا كان فرصه عند العنيد انه يتقدم. هنا تاتي الامور، شوف هذا الاستقبال وكوستا من جديد. يا سلام كوستا يستقبل يضرب، هو لاعب جميله يلعب طبعا يقوم بهذه الحركه. ثمانية النجمه 6 دارتشليب وارسال هجومي واستقبال غير موفق من من جديد الارسال. هنا هذه المره ينجح، تاتي الامور فرصه النجمه اضافه نقطه اخرى هنا ومن جديد هذه المره ينجح فيه كوستا. ارسال هجومي هنا الاستقبال رائع، تاتي من جديد علي ابراهيم المتابعه حاضره، حوائط الصد كانت موفقه وكوستا من جديد يضرب في حوائط الصد. الفرق 15-11. حسن عباس تاتي الامور، نجمه كوستا المتابعه من جديد كوستا هناك. يا سلام لاعب ذكي شاف الملعب مكشوف من جديد. 18 النجمه، هل يعيد ارسالاته القويه؟ نشوف كوستا ارسال هجومي استقبال طبعا. نشوف يعني علي ابراهيم فرصة النجمة اضافة نقطة، من يخلص؟ كوستا من الخط الخلفي ينجح. يا الله هذا من الكرات المرتدة، علي ابراهيم من جديد ارسال موجه صادق هناك، تأتي الامور وكوستا الى خارج الملعب حائط. كيف سيكون الرد النجماوي؟ واحدة نشوف، ما عنده الا كوستا وينجح كوستا هنا في تحوف عنيد. حسن عباس مع الارسال هناك، استقبال تاتي من جديد، كوستا يضرب وفي المنطقة، كوستا يضرب وفي المنطقة. المتابعة حاضرة، فرصة نجماوية، هناك تغيير والمتابعة احلى من جديد كوستا، كرة اسقاط رائعة من كوستا. 28 وايمن يوجه ارساله هناك، كوستا يضرب بقوه، ينجح كوستا هنا ايضا في تحقيق التقدم. الابراهيم الان مع الارسال الهجومي ولكن صادق حاضر، كوستا يضرب بقوه، هو يعادل الخامس الان العنيد علي ابراهيم. تاتي المباراه، كوستا من الخط الخلفي يضرب بقوه، ينجح كوستا هنا. عنيد عباس سلطان مع الارسال، عباس سلطان مع الارسال، نشوف هناك تغيير وضربه ساحقه من كوستا. كوستا صاحب